مرحبا بكم مشاهدينا في خبر اليوم كنقدمه لكم عبر قناتكم الالكترونيه شوف تي في. موضوع خبر اليوم مشاهدينا غادي نتكلموا على حمله زيرو غريساج واللي لقات تجاوب كبير من عند مختلف المصالح الامنيه سواء في مدينه الدار البيضاء او في مدن اخرى، بحيث تم توقيف مجموعه من المشتبه فيهم ومجموعه من المجرمين اللي اقترفوا جرائم خطيره جدا اللي تم تداولها عبر صفحات أو مواقع التواصل الاجتماعي او عبر بلاغات امنيه. اليوم مشاهدينا غادي نتكلموا على هذا التفاعل الكبير من مختلف المصالح الامنيه من خلال نداء وجهته ولايه امضل البيضاء من خلال رئيس فرقه الشرطه القضائيه للابحاث والتحريات. وجه فيه نداء لمختلف المغاربه وسورتو مدينه سكان مدينه الدار البيضاء، اكد من خلاله ان هاد الناس هادو خاصهم ويستجوب عليهم انهم الا تعرضوا لاي سرقه في مدينه الدار البيضاء يتوجهوا للمصالح الامنيه قصد تحرير شكايه باش المصالح الامنيه تمكن من توقيف هاد المجرمين هادو. نسمعوا له ونرجع لكم. النسبه ديال الارتفاع ديال الجريمه انخفضت، ذلك راجع لتكثيف الجهود وتوحيد الجهود بين مختلف مكونات مصالح المديريه العامه للامن الوطني، حيث سجلنا واحد الانخفاض ديال هاد الحالات اللي كانت كتوقع بالشارع العام. ومن هاد المنبر اهيب بجميع المواطنين اللي تعرضوا لاي واقعه ولا عينوا ولا حضروا لاي واقعه الاسراع بالتبليغ ديال مصالح الامن سواء اقرب مركز الشرطه او لا باستعمال الخط الهاتفي 19 اللي وضعه المديريه العامه للامن الوطني رهن اشاره الجميع، باش يمكن للمصالح الامنيه تحرى بالسرعه المطلوبه ويتم ايقاف الاشخاص المتورطين في هذه الافعال الجرميه. اذا اكثر من 800 كاميرا مراقبه تم تثبيتها بمدينه الدار البيضاء تحت اوامر ملكيه كانت مؤخرا. رئيس فرقه امن اوفا الدار البيضاء غادي يتكلم لنا على الهدف من تثبيت هذه الكاميرات والمساعده ديالها في تمكين رجال الامن من القاء القبض على هذه المجرمين. الإضافة اللي عطاوا هذه الكاميرات هي إضافة نوعية متعددة. أولا أصبحت هذه الصور هي مثابة إثباتات أمام القضاء، يعني يتم تقديمها كإثبات للأفعال الإجرامية التي ترتكب من طرف الجانحين ومن طرف المخالفين للقانون. إذا كلها هاد التطور اللي غادي فيه المديرية العامة للأمن الوطني من أجل بلورة حقيقية للمراقبة الرقمية أنها غادي تعطي نتائج مهمة ومهمة جدا بالنسبة للعمل الشرطي، خصوصا فيما يتعلق بالمجال ديال الإثبات، وخصوصا كذلك فيما يتعلق بملاحقة ومتابعة المجرمين واقعيا. وجولة قمنا بها مشاهدينا المختلف أنحاء مدينة الدار البيضاء رفقة رجال ديال الأمن، استطاعوا أنهم يوقفوا مجموعة من المشتبه فيهم ومجموعة من المجرمين اللي اقترفوا عمليات، وعينا عمليات مباشرة وتدخلات مباشرة للمصالح الأمنية لهاد المجرمين هادو وكان تم توقيف ديالهم. وبهذا مشاهدينا كنختموا معكم خبر اليوم، أكيد نتمنى وغدا نتلاقاو في حلقة مقبلة في أمان الله.